تحقيقا في حال البورصة المصرية وجلستها لهذا اليوم، بينضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذ منتصر مدبولي مدير الاستثمار في دي وان كابيتال، بينضم إلينا مباشرة طبعا من القاهرة. أهلا بك أستاذ منتصر. حالة التذبذب الشديدة هذه الذي وصفها مراسلنا من هناك، أنه كانت الجلسة على انخفاض ثم ارتفع جميع المؤشرات ثم هبط مرة أخرى المؤشر الثلاثيني، كيف تقرأها؟ لماذا كل هذا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه لو بنتكلم عن المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه، فهو المؤشر بيتحرك في اتجاه صاعد على كل المستويات القصيره والمتوسطه وطويله الاجل. المؤشر بعد ما حقق هيستوري هاي او بعد ما عمل قمم تاريخيه منذ تدشين البورصه المصريه، ابتدى يحصل تراجعات نتيجه عمليات جني ارباح، ولا سيما مع حدوث قمم رئيسيه في الاسهم المضاربيه والاسهم اللي هي اللي في الاي جي اكس 30. عندنا من اول ما دخلنا في شهر مايو بدا موجه من التراجعات تطبيقا للمقوله الشهيره سير مي اند جو اواي، بالتزامن مع شهر رمضان تقديس ساعات التداول. كل ده اثر على حركه السوق. عندنا الكاش فلو بتاع السوق من بدايه شهر رمضان تقريبا واحنا بننخفض كل يوم عن اللي قبله. يمكن الحاجة الإيجابية في الموضوع إن إحنا الفوليوم بينخفض أو أحجام أو قيم التعاملات بتنخفض في جلسات الهبوط، وده شيء صحي في الاتجاه الصاعد. الذبذبة بتاعت النهاردة هو كان تيست للقوة البيعية للتأكد من وجودها أو من عدمه. النهاردة اتأكد إن لسه لازال في قوة بيعية في السوق. بصفة عامة الماركت عنده مستويات دعم قوية بين مستويات ال 16700 نقطة وبين مستويات 16000. الدعوم بتاعتنا على التوالي 16700 ثم مستويات 16500 ثم مستويات 16050 ل 16000 نقطة. المنطقة دي كلها منطقة دعوم قوية جدا. أعتقد إن شاء الله إن هي هتقدر تنجح في إيقاف أي هبوط قادم للمؤشر العام. أيضا حالة السيولة المنخفضة، يعني كان في أول جلسة 800 مليون، ثاني جلسة بالغد كانت 600 مليون، يعني أخذ في الانخفاض، ربما اليوم فقط هو 700 أكثر من 700 مليون. يعني حالة السيولة منخفضة دائما منذ بداية الشهر، شهر رمضان. هو دايما المستثمر والمضارب، يعني المستثمر قصير الاجل والمضارب اللحظي بيميل لعدم التداول في رمضان، نظرا لان ساعات بتبقى اجازه عيد الفطر الى حد ما كبيره. اغلب المضاربين بيميلوا لعدم المضاربه في رمضان والاستئناف بعد العيد. تزامن مع الموضوع ان الماركت بيعمل كوريكشن، فده اثر على قيم التعاملات. لكن زي ما قلت لحضرتك، هو فكره ان الفوليوم ضعيف في جلسات النزول، يعني احنا بقى لنا اكتر من حوالي 5 أو 6 جلسات في هبوط، ففكره ان القيم بتاعت التعاملات منخفضه دي حاجه ايجابيه جدا. نعم، اليوم ايضا في ارتفاع لاسعار الدولار استاذ منتصر، وكان ضيفي الاستاذ فادي عبد الرحمن ومحلل بورصات عالميه قال بانه هذا الارتفاع ربما سيؤثر على البورصات بشكل ايجابي، يعني ارتفاعات جماعيه. هل سيكون نفس الحال ايضا في البورصه المصريه؟ يعني هل ارتفاع قيمه الدولار ستؤثر على البورصه المصريه بالايجاب ام هناك راي اخر؟ هو في الغالب لا، احنا بقالنا فتره يمكن البنك المركزي ثبت سعر الفايده في اخر اجتماع ليه، المتوقع ان هو كان يخفض، بس التثبيت ده جا من ارتفاع الدولار قصاد الجنيه. دي حاجه الى حد ما سلبيه بسبب يعني الاجنبي ما كان بيستثمر في السوق المصري في اذون الخزانه وفي السوق في سوق الاسهم، ده كان بسبب ان الفايده عندنا كانت مرتفعه. فكره ان احنا نثبت الفايده او كان في قبلها تخفيضين على التوالي، فده سبب ان يحصل خروج الدولار من السوق المصري. فيمكن ده الى حد ما يعني اعتقد ان احنا مش هنستفاد منه قوي يعني. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ منتصر مدبولي مدير الاستثمار في دي وان كابيتال، كنت معنا بالصوت والصوره طبعا معقبا على حال جلسه البورصه لهذا اليوم، شكرا لك.